مثلا عندي كتف ضاني، انا النهارده هعمل للعائله كتف ضاني. هنعمله ازاي؟ طبعا انت ما بتشوفوش الحاجات دي عندنا غير في الاعياد، يعني احنا عملنا الجمعيه وجبنا خروف صغير من كام شهر كده، من حوالي 8 9 شهور، وربناه لغايه ما كبر معانا وذبحناه. ماشي، خلينا متفقين ونقول الحقيقه كده بالراحه. شيل السمين اللي في الضاني. طب لو انا هشتري خروف بعمل ايه؟ لازم تنقي الليه بتاعته صغنونه، ليه الخروف لازم تشتريها ايه؟ تنقيها صغيره، علشان دي بتخلي الخروف نفسه مش سمين. انا احاول بس كده ايه اخد المفصله دي، ما اسيبهاش طويله طول كده، لا احاول ان انا افصل الموزه دي كده عنها شويه او اتنيها، فباخدها كده. دي كده الموزه لوحدها، وادي الفخده لوحدها. انا هعملها ايه؟ وطبعا دي ساعات اهي بتيجي زي دي معاها، دي جزء برضو من الريش. تمام، احط كده بس ايه كام فص ثوم. تمام، دي صديقة البيئة، دي صديقة الكاميرا. اهو ثوم كده سليم يعني هيتشوي معاها. تمام، هنيجي بقى هنا في الخل. في خل الحمد لله، عصير ليمون، ولا هتشموا اي ريحه وهتبقى جامده جدا. يعني امسكي ليمونه كده اعصريها عليها، وهنحط كمان بسم الله الرحمن الرحيم خل، وكمان لو عارفه خل التفاح فيها حلو قوي. خل التفاح مش غالي ولا حاجه، بس جامد جدا. شويه بهارات، ثواني عشان اخلص دي. حاضر، اخلص دي ثانيه واحده. عايزه احط بطاطس فيها احط، مش عايزه مش لازم، بس معاها دي كده اهو. هروح ماسكه بقى بسم الله في الكيس الحراري كده، والموزه جنبها بتاعتها، وادي القطعه الثانيه جنبها. تمام بالشكل ده، حط عليها البصل، حط عليها بطاطس اللي انتوا عايزينه، وهروح احطها في صينيه ومدخلها ايه في الفرن. بس حتى خد كيس واحد مش كيسين ولا حاجه، اهو كده متني تحتيها وفي صينيه في الفرن، تقعد حوالي ساعه.